وهذا سائل يقول: صليت الفجر حاضرا ثم نمت بعد الفجر وقمت للشغل وذهبت للشغل، ثم بعد صلاة الظهر صليت بالناس إماما، ثم فرغت من الصلاة وذهبت لدورة المياه فوجدت ملابسي بها مني من بعد صلاة الفجر دون أدري، وعرفت أني صليت بالناس إماما وأنا غير طاهر، فما الموقف؟ هذا يذكر أنه احتلم ولم يدري حتى وجد الأثر بعد ما صلى بالناس. صلاة الناس صحيحة، وأما صلاتك فإنك تغتسل وتعيدها. نعم.